شايف الشام مع احلاها لك عمي مشعل شايف؟ الله 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 صدق عاد يا ابو جانتي الشام هذه احبها يا اخوي احبها مره. هلا مره واحده بس بتحب الشام لقب مشعل هذا اللي طلع معاه؟ انا لله يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ شلون افهمك؟ احنا عندنا هنا في السعوديه اذا قلنا والله نحب الشيء مره معناته كثير. ايه فهمت عليك فهمت عليك. شلون لكن اذا باخذك انا هيك على الساحل على كسب وغابات الفرلولو فرلولو فرلولو قصدك فرنل؟ ايوه اي فرلولو. لا 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 توديني لا توديني لها لا توديني. انا عندي مشوار اهم. ابيك توديني طال عمرك محل حق سعد صدر حق انبساط حق فله. شلون يعني يا ابو مشعل ما فهمت عليك؟ شلون افهمك انت يا ابو جانتي الله يهديك. انا قصدي عندكم محلات قديمه الناس يدخلون عليها ويشوفون الشيء الحلو وينبسطون وسعة صدر ولا ولا جاي يطلعون كل واحد خلى له شيء معه فهمت؟ لا يا ابو مشعل لا انت مصر انك تخلي الدم للركب بيني وبينها. شو العقل عم حاكي لك؟ انا ابو جانتي ببلعك معي الله يسامحك يا ابو مشعل هذيك المره مرقناها. هلا شو انت طيب يا ابو جانتي اصبر يا ابن الحلال. شو مفكرنا لك عمي؟ شو مفكرنا نحن؟ شو مفكرنا؟ انت كيف فهماننا غلط انت؟ خلني افهمك بح أنت خليني أفهمك. استغفر الله العظيم منك يا مشعل. لا تصير أنا هيك بعد ما أخذك وجيبك وعاملك مثل أخي تحكي معي بهالطريقة؟ حتى الله ما بيننا وبين هالقصص يا أخوي. وش فيك أنت تمشي 120 يا أخوي؟ اصبر ارحم والديك. أنا قصدي أنتيكا تودني أنتيكا. أنتيكا يعني هي الشغلات الأرابيسك والدمسكينو والبوكار؟ أي هذه إن شاء الله ما تأخذني يا أبو مشعل. إن شاء الله حقك علي. فهمتك غلط أنا. خشمك 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 حبيبي يا ابو مشعل على راسي افهمني وش اقصد انا بعدين قل لعيونك لعيونك. يلا يلا ودي هلا باخذك على الشام القديمه في هنيك شغلات بتطير العقل. يا سلام اجل اسمع ودني لها لان زملائي موصلني على تحف واشياء اشياء سيراميك من الحلوه ذي اللي عندي. لعيونك 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 كفو. هلا باخذك لعيونك تاخذ معك على الديره كمان شغلات بينبسطوا فيها كثير. قوي ايدك شباب صاير ما عم تعرف تمسك شيء. لا لعم شوها هون وبالملعب مسك قوي لشوف ها ها خو قوي لشوف ها خو خو ايه قوي قوي ايدك لك قوي ايدك ها قوي قوي ها شفت الشكه ها هون هي كبيره خو روح روح وهي كبيره كمان خو شفت الحضنين؟ يوه خذ هيك كمان يوه تريد شي غيره عم؟ والله ايه هذا بس هذول. يلا يلا اجمع لي كم حسابك وحطهم في كيس. ابشر لعيونه هدول 50,000. طيب حطهم في كيس. شو قلت حبيبي شو قلت؟ هات عنك عم يا مشعل هات عنك. قديش امره؟ 50,000. ما لكل مفكرني خاروف وفايت لعندك على المسلم.